عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض التحليل الكيميائي. احنا ان شاء الله في الفيديو اللي فات او في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن التحليل الكيميائي والكشف عن انيونات حمض الهيدروكلوريد. طبعا النهاردة هنتكلم عن تاني مجموعة عندنا اللي هي الكشف عن انيونات حمض الكبريتيك المركز. طبعا لو فاكرين احنا في الدرس اللي فات اتكلمنا عن ايه، او في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن ان لما نيجي نستخدم حمض الهيدروكلوريك ككاشف، يعني في المجموعة بتاعت انيونات حمض الكبريتيك الحمض الهيدروكلوريك، لما كنا بنشتغل على الكبريتيد وعلى السايوكبريتات وعلى النيتريت وهكذا، كنا بنقول ان حمض ال اتش سي ال اللي هو الحمض الهيدروكلوريك اكثر ثباتا من الاحماض مشتقة منها المجموعات دي. عشان كده كنا بنقول ال HCl هو اللي بيطرد الأحماض التانية اللي هي الأقل منه ثباتا في صورة غازات. هنا نفس الفكرة، بنقول إن مجموعة أنيونات حمض الكبريتيك المركز هي عبارة عن الكلوريد والبروميد واليوديد والنترات. يعني معنى كده إن حمض الكبريتيك المركز هو أكثر ثباتا من الأحماض المشتقة منها مجموعة الأنيونات دي. إيه هي الأحماض المشتقة من الأنيونات دي؟ يعني مثلا الكلور أو الكلوريد مشتقة من حمض الهيدروكلوريك اللي هو ال HCl، البروميد من حمض الهيدروبروميك، اليوديد من حمض الهيدرويوديد، النترات من حمض النيتريك اللي هو ال HNO3. فعندك حمض الكبريتيك المركز هو ال H2SO4 أكثر ثباتا من الأربع أحماض دول، عشان كده هو اللي بيستخدم في الكشف عن الأربع أنيونات دول. فهمتوا كده؟ يبقى الفكره في الكشف عن اي انيون زي ال اتش سي ال اللي احنا قلناه في المحاضره اللي فاتت والحمض الكبريتيك بنقول المره دي، ان دايما الكشف اللي بنستخدمه هو اكثر ثباتا من الاحماض المشتقه منها مجموعه الانيونات بتاعته. عشان كده هو زي ال اتش تو يتغلب على الاربعه دول ويقدر يطردهم في صوره غازات. هي الغازات اللي بتطلع دي انا بقدر اكشف عنها باي كاشف، وبالتالي بقدر اعرف مين فيهم الانيون اللي طلع. فهمتوا كده؟ اللي هي نفس الفكره بالظبط. طيب لما نيجي نكشف عن اي واحد في الاربعه بنعمل ايه؟ اول حاجه بنضيف الملح الصلب للفور المركز، دي في التجربه الاساسيه، ونشوف ايه اللي هيحصل. وبعد كده لما اجي في التجربه التاكيديه كل واحده فيهم لها تجربه تاكيديه خاصه. تمام. طيب فاحنا اول حاجه عندنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم الملح الصلب، نضيف له H2SO4 المركز لكل واحد فيهم. اول واحد الكلور، هناخد الملح الصلب من الكلور زي كلوريد الصوديوم في الحاله الصلبه، هنضيف لها ال H2SO4 المركز. هنلاحظ ايه؟ شوفوا هو تفاعل عادي جدا زي اللي شرحته لكم في المحاضره اللي فاتت، اللي هو ايه؟ بنعمل كده، بنقسم المركب اتنين موجب وسالب اللي هو كاتيون وانيون، كاتيون وانيون. طيب الصوديوم هتاخد ال SO4 يبقى Na2SO4، الهيدروجين تاخد ال Cl تبقى HCl. طيب اللي حصل هنا ايه؟ تصاعد غاز اسمه غاز كلوريد الهيدروجين، والغاز ده يا جماعه عديم اللون، يعني انا مش شايفاه اصلا، مش عارفه هو ايه بالظبط. حلو. طيب نيجي للي بعدها، ركزوا معايا كده واحده واحده. البروم، البروم نفس الكلام، هجيب برده الملح الصلب اللي هو ال NaBr، هضيف له برده ال H2SO4 مركز. طيب هنعمل ايه؟ هنقسم المركب اتنين، ال Na تاخد ال SO4 يبقى Na2SO4، وال H تاخد ال Br. ده اسمه ايه؟ غاز بروميد الهيدروجين، وده برضو غاز عديم اللون، يعني ملوش لون. طيب الاي، اليود نفس الكلام، هناخد برضو الملح الصلب اللي هو الكي اي، هنضيف له H2SO4. نفس اللي هيحصل اهو، هنقسم المركب اتنين، الكي تاخد الاس او 4 تبقى كي 2 اس او 4، والاتش تاخد الاي تبقى اتش اي، وده برضو غاز يديد للهيدروجين وده غاز عديم اللون. اصبح عندي التلاته لما اتفاعلوا مع الاتش 2 اس او 4 المركز ادوني غازات عديمه اللون. طب انا دلوقتي طلع عندي يا جماعه الاتش سي ال اللي هو غاز كلوريد الهيدروجين، اعرف منين ان هو اتش سي ال مش اتش بي ار مش اتش اي؟ بضاف له حاجه اسمها ساق مبلله بمحلول النشادر اللي هو الان اتش 3. هنجيب ساق مبلله بمحلول النشادر، وعندنا الانبوبه مطلعه غاز ال HCl، هنعرض الغاز للساق المبلله بمحلول النشادر هو ال NH3. هنلاحظ ايه؟ تكون سحب بيضاء من حاجه اسمها كلوريد الامونيوم NH4Cl، كلوريد الامونيوم NH4Cl، يعني ال NH3 اتحدت مع ال HCl كونت لي NH4Cl. يبقى انا دلوقتي الغاز طالع اهو، انا مش عارفه هو غاز ايه، هو غاز كده كده عديم اللون. طب عشان اعرف هجرب الاول ان انا اقرب له سحب مبلله بحلول النشادر، لو كون لي سحب بيضه من ان اتش 4 سي ال يبقى معنى كده ان ده كان في الاساس مين؟ اتش سي ال، يعني معنى كده ان الانيون هنا مين؟ الكلوريد. طيب لو ما طلعش بقى الاتش سي ال، يبقى انا في الحاله دي هعمل ايه؟ هتعرض له ورقه مبلله بمحلول النشا، ورقه مبلله بمحلول النشا، ركزوا كده معايا. المفروض ان الاتش بي ار لما بيطلع
ركزي في الحته دي كويس قوي. ال اتش بي ار لما طلع قابل زياده من اتش 2 اس او 4، يعني لما لقى فيه شويه اتش 2 اس او 4 زياده راح متفاعل معاهم. فبنقول ان غاز برومين الهيدروجين بيتاكسد في زياده من اتش 2 اس او 4. بيتاكسد ازاي؟ اتش بي ار تتفاعل مع اتش 2 اس او 4 هكون لي ايه بقى؟ ركزوا كده، البروم بيطلع لوحده بي ار 2، دي اسمها ابخره البروم، ودي بيكون لونها برتقاليه حمراء، لونها برتقاليه حمراء. ويطلع غاز ثاني اكسيد الكبريت اللي هو الاس او 2، ويطلع ميه اللي هي الاتش 2 او. يبقى تاني، انا دلوقتي غاز بروميد الهيدروجين لما اتفاعل او لما طلع قابل اتش 2 اس او 4 تاني راح متفاعل معاها تاني وكون لي ايه؟ كون لي ميه، ثاني اكسيد كبريت، وغاز، وابخره البروم، والابخره دي لونها برتقاليه حمراء. هقرب لها ورقه مبلله بمحلول النشا هلاقي ان هي اصفرت، تعمل اصفرار لورقه مبلله بمحلول النشا. فهمتوا كده؟ يبقى انا في اول حاله مع كلور كون لي غاز كلوريد الهيدروجين، والغاز ده عديم اللون. طب اعرف منين هو كلوريد الهيدروجين؟ هقرب له صوره مبلله بمحلول النشا، هلاحظ ان هو بيتكون لي سحب بيضاء من كلوريد الامونيوم، اصبح ده فعلا كان اتش سي ال، يبقى معنى كده ان الانيون ده هو كلوريد. طب لو كون لي مركب او غاز عديم اللون فجاه اتاكسد مع الاتش 2 اس او 4 وكون لي ابخره برتقاليه حمراء، هعمل ايه؟ هقرب لها ورقه مبلله بمحلول النشا، الاحظ ان هي بتصفر، يبقى معنى كده ان هو كان غاز البروم او ابخره البروم، يبقى معنى كده ان ده البروميد. طب اليود، اليود كانت كارمونيت لايه؟ غاز يوديد الهيدروجين وبرده عديم اللون، وده عامل زي بروميد الهيدروجين بالظبط. ازاي؟ انه برده اول ما بيطلع ويلاقي فيه شويه من اتش 2 اس او 4 تاني يرجع يتحد معاهم مره تانية، يعني بيحصل له اكسده، يتأكسد جزئيا مع الزيادة من H2SO4. طب بيطلع هنا مين؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه في البروم بالظبط، يطلع مية ويطلع ثاني أكسيد كبريت، هناك كان طالع البروم، هنا بيطلع اليود، أبخرة اليود، ودي لونها بنفسجية. طبعا أبخرة البروم كانت لونها برتقالية حمراء، فأنا هشوف الأبخرة اللي طالعة لو لونها برتقالية حمراء يبقى ده بروم، وهقرب لها محلول النشا هلاقيه بيصفر. لكن لو طلعت الأبخرة بنفسجية هقرب لها ورقة مبلاها محلول النشا برضه، بس هلاقيها بتزرق، بتتحول للون الأزرق. فهمنا الحته دي كده؟ يبقى التجربه الاساسيه يا جماعه هنعيدهم تاني، التجربه الاساسيه بتاعه انيون الكلوريد بنعمل ايه؟ الثلاثه نفس التجربه الاساسيه، ان انا بضيف الملح الصلب بحمض كبريتيك المركب. في الثلاث حالات بيطلع لي غازات عديمه اللون، بس في الكلور الغاز اسمه كلوريد الهيدروجين اتش سي ال، في البروم اسمه غاز بروميد الهيدروجين هو الاتش بي ار، في اليود اسمه غاز يوديد الهيدروجين هو الاتش ار. الثلاثه عديمه اللون. بس في البروم واليود مش زي الكلور، ليه؟ لان كلوريد الهيدروجين لما بيطلع ما بيتفاعلش تاني مع الاتش 2 اس او 4، انما في البروم واليود بيرجعوا يتفاعلوا تاني مع الاتش 2 اس او 4، يعني بيتاكسدوا في زياده من الاتش 2 اس او 4. حلو، طيب الاتش سي ال لما طلع، غاز كلوريد الهيدروجين لما طلع، انا كل اللي انا عملته بعرض له صفقه مبلله بمحلول النشادر اللي هي الان اتش 3، هقول له سحب بيضاء اللي هي كلوريد الامونيوم ان اتش 4 سي ال، فيها مشكله دي؟ انما بقى بروميد الهيدروجين لما طلع اتاكسد في زياده من اتش 2 اس او 4، طلع لي ايه؟ طلع لي ميه، ثاني اكسيد كبريت، وابخره البروم، وابخره البروم دي لونها برتقاليه حمراء. بعرض لها ورقه بمحلول النشا مش النشادر، في الكلور كان النشادر، هنا النشا، الاحظ انها بتتحول للون ايه؟ الاصفر. طب في اليود، غاز يوديد الهيدروجين برضه عديم اللون وبيتاكسد برضه في زياده من اتش 2 اس او 4، وبرضه في الاخر بيديني ميه وثاني اكسيد كبريت، بس الحاجه الوحيده الفرق بينه وبين البروم ايه؟ ان هو بيطلع لي اليود اللي هو الاي 2. اليود ابخره بنفسجيه، بنفسجيه. طب لو عرضتها لورقه مبلله بمحلول النشا تحول لون الازرق، فيها مشكله دي؟ دي كده التجربه التاكيديه، التجربه. طب التجربه التاكيديه بقى، فاني نوكلوريد التجربه كده كده زي ما انا شرحت لكم في الحضره اللي فاتت، قلت ان التجربه الاساسيه بستخدم فيها الملح الصلب، التجربه التاكيديه بستخدم فيها محلول الملح. فانا هجيب هنا محلول ملح ان اي سي ال، مش في الحاله الصلبه طبعا، لا في حاله محلول اقوس، هضيف له حاجه اسمها نترات الفضه. نترات الفضه طبعا كلنا عارفينها الاي جي ان او 3 اهي. طيب ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام اللي انا شرحته قبل كده، بقسم المركب اتنين، الان اي تاخد الان او 3 تطلع ان ان او 3، والاي جي تاخد السي ال باي جي سي ال، واي جي سي ال ده عباره عن راسب ابيض اسمه كلوريد الفضه. يبقى دلوقتي لما انا فعلت الان اي سي ال مع الاي جي ان او 3 كون لي راسب ابيض من كلوريد الفضه، بس الراسب ده اول ما بيتعرض للضوء بيتحول لون بنفسجي، يبقى هو اصلا لونه ابيض، بس لو اتعرض للضوء بيديني لون بنفسجي. طب اعمل ايه في الراسب ده؟ لو انا عايزه ادوبه، عايزه ارجعه تاني، هقوم مدوباه في محلول النشادر المركز، هيدوب عادي جدا، يعني لو حطيت له شويه نشادر مركزين هيدوب،
يبقى تاني، يبقى التجربة التأكيدية لأني لو كلوريد بعمل إيه؟ بجيب المحلول الملح وأضيف المحلول مطارات الفضة، هنلاحظ إنه بيتكون من رأسب أبيض من كلوريد الفضة، والرأسب ده بيصير بنفسجيا عند تعرضه للضوء على طول. طيب أدوبه في الرأسب ده، بيدوب في محلول نشيد المركز. حلو كده؟ طب التجربة التأكيدية في البروم، محلول الملح برضو ومطارات الفضة برضو، بس نبص هنا كده بقى، ال NaBr ليه بروميد الصوديوم، احنا كده بنتكلم عن البروم، هضيف له AgNO3 ونفس الكلام اهو، هتقسم المركب اتنين، ال Na تاخد NO3 وتفضل AgBr. ال AgBr ده راسب ابيض مصفر، اما ال AgCl كان راسب ابيض، هنا ال AgCl كان راسب ابيض بس، هنا ال AgBr راسب ابيض مصفر. ال AgCl كان اول ما بيتعرض للضوء بيتحول لون بنفسجي، انما الاي جي بي ار اول ما يتعرض للضوء بيصير داكن. داكن يعني ايه؟ يعني بيغمق. طب الاتش سي ال الاي جي سي ال كنا بنقول ان هو بيدوب في محلول نشادر المركز، طيب الاتش بي الاي جي بي ار بيدوب ببطء في محلول نشادر المركز، يعني هو بيدوب برضه بس ببطء شويه عن الاي جي سي ال. فهمنا كده؟ يبقى الراسب هناك كان اي جي سي ال ابيض بيصير بنفسجيه لما يتعرض للضوء وبيدوب في محلول نشادر المركز كويس، هنا راسب اصفر اللي هو بروميد الفضه بيصير داكن لما بيتعرض لضوء، يعني بيغمق وبيدوب ببطء في محلول النشادر، يعني هو كده كده بيدوب بس ببطء شويه. طيب اليود نفس الكلام اهو، هنضيف له برضه نترات الفضه، محلول الملح برضه ونضيف نترات الفضه، نفس الكلام اهو، هنقسم المركب اتنين، يبقى ال Na تاخد ال NO3 وال Ag تاخد ال Oy. ال Ag Oy ده ايه؟ راسب يوديد الفضه، وده راسب لونه ايه؟ اصفر. يبقى في كلوريد الفضه كان راسب ابيض، بروميد الفضه كان راسب ابيض مصفر، اما يوديد ده راسب اصفر. طب الراسب ده لو حبيت ادوبه في محلول نشادر ما بيدوبش، طب لو تعرض ما بيتغيرش، يبقى هو راسب اصفر زي ما هو، بس لو حاولت ادوبه في محلول نشادر ما بيدوبش. كلوريد الفضه كان بيدوب في محلول نشادر كويس، بروميد الفضه بيدوب في محلول نشادر بس اما يوريد الفضه ما بيدوبش في محلول نشادر اصلا. تمام كده؟ خد الان واحد عندنا اللي هو النترات، التجربة الأساسية بتاعته زي التجربة الأساسية اللي فاتت كلها، الملح الصلب وأضيف له حمض كبريتيك المركز أهو، الـ NOC اللي هو نترات الصوديوم وأضيف له H2SO4، إيه اللي بيحصل؟ أهو بيتقسم اتنين برضه، الـ Na تاخد الـ SO4 يبقى Na2SO4، والـ H تاخد الـ NO3 تبقى HNO3، فيها مشكلة دي؟ مش أي حاجة، بس بيجي بقى الـ HNO3 أول ما بيتكون بيحصل له تحليل في ثانية بالحرارة، إحنا دلوقتي أصلاً كده كده في التجارب كلها كنا بنسخن، فاكرين لما قلت الحاضرة اللي فاتت إن إحنا لازم بنسخن عشان التسخين ده بيساعد على طرد الحمض الأقل ثباتاً في صورة الغاز، بيساعد إن الغاز يطلع يعني. طيب أنا كده كده بسخن، فأول ما حمض النيتريك بيتكون بتلاقيه في ثانية بيتفكك، بالتسخين بيتفكك، بيتفكك لإيه بقى؟ بيديني مية، ثاني أكسيد نيتروجين وأكسجين. تاني هو بيتفكك لميه وثاني اكسيد نيتروجين واكسجين، والمفروض كان طالع معايا هنا جزيئين اتنين من اتش ان او 3، لما نيجي نعمل معادله التفكيك بنخليهم اربع جزيئات من اتش ان او 3 عشان نظبط المعادله عشان نظبط الوزن يعني. لو ظبطت اربع اتش ان او 3 يبقى انا كده عندي اربع هيدروجين فاضرب هنا في اتنين عشان يبقى اربعه، عندي اربع نيتروجين فاضرب هنا في اربعه عشان يبقى اربعه. يبقى تاني يبقى حمض النيتريك اول ما بيطلع بيتعرض للحراره بيتفكك لميه وثاني اكسيد نيتروجين واكسجين. ثاني اكسيد النيتروجين عباره عن ابخره بنيه، الابخره البنيه دي بتطلع من انبوبه كده ماشي، اهي NO2 ابخره بنيه. فاكرين في النيتريت المحاضره اللي فاتت قلنا النيتريت او بيتكون اكسيد نيتريك واول ما بيطلع بيتعرض للاكسجين ويكون لي ثاني اكسيد نيتروجين، اما هنا بيتكون ثاني اكسيد نيتروجين على طول وده ابخره بنيه على طول ماشي. طيب اعمل ايه بقى؟ حاجه اسمها خراطه النحاس، نحاس سيو عادي، بنلاحظ ان احنا لما نضيف له سيو بتزداد الابخره، بتزداد كثافه الابخره، ليه؟ ال HNO3 اهو لما ضفت له سيو بيديني بقى ايه؟ ركز كده، السيو تاخد NO3 يديها CONO3 لكل 2، ليه؟ لان النحاس ثنائي، يبقى CONO3 باي 2 زائد الميه زائد ال NO2، فال NO2 طلعت بزياده يعني طلع عندي كمان NO2، فاصبح ايه؟ كثافه الابخره بتاعت ثاني اكسيد النيتروجين بتزيد اكتر، هي الابخره البنيه. يبقى انا اصلا في الاساس كان عندي ابخره بنيه اللي هي ثاني اكسيد النيتروجين، بس لما اضيف نحاس كمان مع النطر مع حمض النيتريك بيزود لي اكتر ان NO2 بتطلع اكتر فتزيد الابخره البنيه اكتر. فهمت كده؟ طيب دي النطرات. طيب التجربه التاكيديه بتاعتها ايه؟ بنعمل حاجه اسمها اختبار الحلقه البنيه. ايه اختبار الحلقه البنيه دي؟ احنا بنجيب محلول ملح النطرات عادي اللي هو ال NO3 بس في حاله محلول هناك كان صلب، ركز في الحته دي،
مع محلول حديث التحضير من كبريتات الحديد الثنائي اللي هو ال FeSO4 مع قطرات من حمض الكبريتيك المركز H2SO4. بس حمض الكبريتيك المركز ده بحطه نقطة نقطة على السطح الداخلي بتاع الأنبوبة. يعني إيه؟ يعني أنا عندي الأنبوبة أصلا بيبقى فيها حاجتين، بيبقى فيها ال NaNO3 محلول وبيبقى فيها ال FeSO4، تمام؟ أقوم جايبة أنا حمض الكبريتيك المركز وال H2SO4 وأضيف قطرات كده نقطة نقطة على الجدار بتاع الأنبوبة من جوه، نقطة نقطة، مضيفش كتير، النقطة تنزل أحط النقطة اللي بعدها وهكذا على الجدار من جوه. فلاقي بيتكون ايه؟ بيكون حاجه اسمها حلقه بنيه عند السطح الفاصل ما بين الحمض والمحاليل. يعني انا لما اضيف ال H2SO4 بينزل هنا كده، دي المحاليل اهي، ال H2SO4 بينزل هنا كده، بيكون لي هنا كده حلقه بنيه في الحته دي كده، اهي ركزوا هنا كده، بيكون لي هنا كده حلقه بنيه في الحته دي كده، لان ال H2SO4 نازل هنا كده والمحلول تحت اصلا هو ال NaNO3 وال FeSO4، بيكون لي حلقه بنيه في الحته دي كده. طب الحلقة البنية دي جاية منين أصلا؟ جاية من تكوين إيه أساسا؟ بصوا كده، أنا عندي الـ NaNO3 ضفت لها الـ FeSO4، ده المحلولين اللي تحت، وبعدين ضفت لهم H2SO4 مركز. إيه اللي بيحصل بقى؟ الـ FeSO4 بيحصل له عملية أكسدة. أكسدة يعني إيه؟ يعني بدل ما كان الحديد ثنائي هيبقى ثلاثي، فبدل ما هو كبريتات حديد ثنائي هيبقى كبريتات حديد ثلاثي، FeSO4 by 3، FE2SO4 by 3. طيب دول بقى هيعملوا ايه؟ بص كده، دي مع دي هيتقسم المركب اتنين اهو، ان تاخد الاس او 4 يبقى ان اي 2 اس او 4. حلو. طيب يتفضل مين؟ اتش ان او 3. الاتش 2 هتاخد اكسجين تبقى اتش 2 ام، وبدل ما ان او 3 يبقى ان ام. يبقى تاني الاي في اس او 4 هيحصل لها اكسده، بدل ما هي كبريتات حديد ثنائي هتبقى كبريتات حديد ثلاثي، E2SO4 by 3. طيب المركبين دول هيتحدوا مع بعض، ال NA تاخد ال SO4 تبقى NA2SO4، ال H هتاخد ال NO3 تكون ميه لوحدها واكسيد نيتريك لوحده. فاهم المشكله دي؟ طيب فين الحلقه البنيه في الحوار؟ الحلقه البنيه هي عباره عن ال FeSO4 مع ال NO. لما طلع ال NO وقابل ال FeSO4 هو كون الحلقه البنيه FeSO4 دوت NO. فهمتوا كده؟ يبقى دلوقتي النواتج دي كلها طلعت، بس ال NO اول ما طلعت وقابلت ال FeSO4 اتحدت معاها كونت مركب الحلقه البنيه اللي هو ال FeSO4 NO. طب الحلقه البنيه دي بتفضل كده على طول؟ لا، بتزول بالرج، يعني انا لو رجيتها تختفي، سخنتها تختفي عادي، مفيش اي مشكله خالص. هي المشكله دي بنسميها اختبار الحلقه البنيه. ومعلومة مهمة، لما يقول لي محلول حديث التحضير من FeSO4 يعني معناها ان مركب لسه متحضر بحيث ما يحصلوش اكسدة. احنا خدنا في الباب الاول ان اكسيد الحديد الثنائي بصفة عامة بيتاكسد الحديد الثلاثي على طول. ليه؟ لان الحديد الثلاثي هو اكثر استقرار من الحديد الثنائي، فعشان كده ما ينفعش اسيب ال FeSO4 في الهواء كتير، لان لو سبته في الهواء شوية بيتاكسد الحديد الثلاثي. عشان كده انا بجيب حاجة لسه متحضرة على طول قبل ما تتاكسد، قبل ما تبقى ثلاثية. فهمتوا كده؟ عندنا في الجدول اللي جاي ده الغازات وازاي بنكشف عنها، والانيون دي الغازات بتاعت حمض الهيدروكلوريك، ودي الغازات بتاعت حمض الكبريتيك، وكمان التجارب التاكيديه اللي احنا خدناها دي تجميع يعني اللي احنا خدناه في اللي فات. دي سهله خالص، مش محتاجه اي تعقيد خالص. يعني مثلا في حمض الهيدروكلوريك في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن غاز ثاني اكسيد الكربون، ده بيمرره بماء الجير الرائق، لو تعكر يبقى ده كربونات. ثاني اكسيد الكبريت بمرره على ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك، بيتحول لون اخضر، وده حاجه يا اما كبريتيت يا اما سايكبريتيت. بس السايكبريتيت بيبقى فيه معلق كده اصفر اللي هو الكبريت، اما الكبريتيت ما بيبقاش فيه معلق اصفر. غاز كبريتيت الهيدروجين بنعرضه على ورقه مبلله باستات الرصاص بيتحول لون الاسود. لون الاسود جاي منين؟ من البي بي اس اللي هو كبريتيد الرصاص، يبقى ده جاي من ايه؟ من الكبريتيد. طيب اكسيد النيتروجين او اكسيد النيتريك انا عرضه للهواء الجوي بيتحول ليه لون بني اللي هو ال NO2، يبقى ده نيتريت على طول. طيب بتاعت عمليه حمض الكبريتيك اللي قلناها النهارده، غاز كلوريد الهيدروجين عرضه ورقه مبلله بالنشادر يديني صوت بيضاء. طب ال HBr بروميد الهيدروجين هو بيعكس بسرعه ويبقى بخيط البروم البرتقالي حمراء اللي هي بعد كده لو تتعرض لورقه مبلله محلول النشا بتحولها ايه؟ فاكر من شويه بنحولها لورقة مبللة محلول النشا تحولها للون الأصفر. طيب الهيدروجين برضو مع H2SO4 يكون الأبخرة بنفسجية اللي هي اليود،
ودي بتزرق لي الورقه المبلله المحلول النشا. طيب ثاني اكسيد النيتريك او ثاني اكسيد النيتروجين هو لونه بني اصلا، بس لما اضيف له خلطه نحاس زياده بيدي لون البني، وده النيترات. فيها المشكله دي؟ الدنيا سهله خالص والموضوع مش محتاج اي تعقيد. تذاكر اول باول هنلاقي الدنيا خالص في تحليل، مش محتاج اي حاجه، هو بس نركز في معادلة اللي عندنا وخالص. بالتوفيق لك ان شاء الله.